ما بين نيران مستعرة وفيضانات غامرة، يرتفع معدل الكوارث الطبيعية في كل أنحاء العالم، فلم تغن عن البشرية جودة البنى التحتية في أكثر مدن العالم حداثة وتطورا. الكوكب كل الكوكب تحت غضب الله تعالى، فالصين وأمريكا في البلاء سواء، وتركيا الجميلة احترقت جناتها شمالا وغرقت مدنها جنوبا في الفصل ذاته والشهر ذاته، لتحمل العالم على التفكر ما الذي يحدث. وليس ببعيد في اليونان يكافح شعبها ألسنة النيران الملتهبة، وهو المثقل بأعباء اقتصاد منهار. وإيطاليا ذات الغابات الساهية لم يتبقى منها إلا الدخان والرماد. وأي مصيبة حلت بالجزائر، هنالك حيث المنازل في حضن الجبال، لم يسلم الشجر ولا البشر، كذلك اقتضت مشيئة الله تعالى. وفي ألمانيا القوية أغرق النهر مدينة بأكملها فكأنها لم تكن، ورجم الله إسبانيا وفرنسا وسويسرا بحجارة البرد. وكورونا جندي الله الخفي ما زال يجوب العالم بسلالاته الجديدة مددا من بعد مدد، ليهلك الله به من يشاء ويعذب به من يشاء. واجتاحت ملايين الفئران شوارع أستراليا لتكسر غرور الإنسان ساخرة من قوته وجبروته. وحزن يلف العالم من الفلبين إلى تايوان وصولا إلى الهند، وكل بلد باء بغضب من الله تعالى، فأرسل إليهم آيات ونذر لعلهم يتفكرون فيتذكرون أن الله هو المسيطر، فيكفرون بنظرية الاحتباس الحراري وأنه سبب كوارث الطبيعة، ويكفون عن قولهم كقول الملحدين غضب الطبيعة، وكأن الله لم يكن شيئا مذكورا، ونسوا أن للطبيعة رب يتحكم بها فتأتمر بأمره ولا تتحرك إلا بإذنه. لعلهم يدركون أن ما يصيبهم هو بما كسبت أيديهم فيتوبون وينيبون وإلى ربهم يتضرعون، فيسألونه بحق رحمته أن يرفع عنهم عذابه ومقته، ومن ينجو منهم يبحث عن داعي الحق من ربه في عصره الذي هم عنه معرضون. فلكم حذركم المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني على مدار سنوات دعوته من اقتراب كوكب العذاب صقر، وما يسبق وصوله من آيات العذاب الأدنى بالزلازل البرية والبحرية ذات القوة التدبيرية الكبرى، وأعاصير البحر المسجور فيقذف البحر على اليابسة، وإعصار فيه نار فيحرق غاباتكم الخضراء، وبالريح المصفر فيجعل نهاركم ليلا، وبفيضانات الماء المنهمر فيغرقكم به الله ولو كنتم في بروج مشيدة، وببعوضة الدم ما تسمونه فيروس كورونا وما هو بكورونا بل سلالة بعوضة ما لا تحيطون بها علما. وفصل لكم من محكم القرآن العظيم أحداث التناوش بين كوكب العذاب صقر والأرض تفصيلا، وهو لا يزال في مكان بعيد، وكل ذلك من قبل الحدث، وما زالت بياناته شاهدة بتواريخها أنه قد أنذركم وأبلغكم. يقول الله تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. ولعل آيات العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر تحدث لكم ذكرى فتتفكرون وتتساءلون عن السبب، فترجعون إلى ربكم الواحد القهار وتستجيبون لداعي الحق من عنده المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني، من قبل أن يسبق الليل النهار وتطلع الشمس من مغربها، فيأخذكم الله بالعذاب الأكبر بكوكب صقر اللواحة للبشر من عصر لآخر، ويهلككم مع شياطين البشر. فهل من مذكر؟